أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة طالبة أدت الامتحان ولم تستطع إكمال الإجابة لانتهاء الوقت وظنت أنها نعم يقول طالبة أدت الامتحان ولم تستطع إكمال الإجابة لانتهاء الوقت وظنت أنها ما تنجح فقالت لها زميلتها إذا نجحت تصومين شهرا قالت نعم ثم نجحت وتسأل الآن ماذا يجب عليها إذا كانت نذرت إن نجحت إن تصوم شهرا ونجحت لا يلزمها الصوم لأن هذا نذر طاعة قال الله تعالى يوفون بالنذر وقال تعالى وليوفوا نذورهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه هذا نذر معلق على النجاح إذا حصل هذه نعمة من الله هذه نعمة من الله النجاح نعمة من الله نذرت إذا حصلت لها هذه النعمة إنها تصوم شكرا لله عز وجل يلزمها ما نذرت وتصوم هذا الشهر